طبعا بداية احنا انطلقنا مع الريال نمبرز وعرفنا المجموعات العددية زد وكيو وعرفنا كل واحدة فيها، وقلنا انه في مجموعة تحتوي مجموعة وكيف اعرف اعبر عنه عن عنصر ينتمي الى مجموعة. اذا كنتوا فاكرين الانتماء صوت يا اخوان هو المجموعة الجزئية والاحتواء، لا ينتمي ليست مجموعة جزئية. وقلنا انه زد تحتوي دكتور بس الاديو الصوت ضعيف شوي. ضعيف اي نعم الصوت لقط ضعيف شوي. اي يقطع بعد. جايز ضعيف ولا يقطع؟ ضعيف دكتور شوي بس. اختلاف العلماء رحمة يقولون. طيب نحاول نجتهد إن شاء الله. ممتاز. طيب احنا زي ما قلنا لكم عندي نماذج اختبارات عن نفس المقرر ممكن نتناقش فيها، فبس كويك ريفيو على اللي احنا اشتغلنا. فقلنا الزد تحتوي الدبليو اللي الدبليو تحتوي الان، عندي الكيو اللي هي المجموعة النسبية وعرفناها وقلنا انها هي عبارة عن بسط مقام، المقام لا يساوي صفر، العنصرين البسط المقام تكون جاية من الزد اللي هي قدامكم. أخذنا تعريف الـ absolute value، وبعد كذا انطلقنا في باقي المقرر. أوجدنا الـ distance وقلنا أن الـ distance عبارة عن مسافة، وأقدر أجيب الـ distance بالـ absolute value لأن الـ distance مسافة، فبالتالي مسافة تكون قيمة موجبة فإحنا بنحط الـ absolute value. أخذنا الخصائص، عدينا على الخصائص، أخذنا application عليها، و الابليكيشن عرفنا كيف نكتب الموديل ونستخدمه ونوجد القيمة المطلوبة. بعد كده دخلنا في الكسور والعمليات عليها، وبعد كده دخلنا في العمليات إذا باور العملية ضرب، إذا الأساس واحد والعملية ضرب نجمع الأسس. أتوقع أنها بري الجبرة. كيف نحول الـ scientific notation؟ أخيراً عندي الـ square root كيف نقدر نجيبه؟ عرفنا الـ square root عنوان الجذر، المقام، والبسط ما داخل الجذر. يعني مثال بسيط، إذا أنا قلت لك 8 أس 2 على 3، ترى المقصود فيها the cube root الجذر الثالث، المقام يكون عنوان الجذر للثمانية، سواء الاثنين هنا أو برا كلها زي بعض. طيب احنا ما دام نعرف الجذر الثالث للثمانية فنخلي الاثنين برا، فصارت 2 تربيع which is equal to 4. دخلنا في البينوميال كيف كثيرات الحدود، وقلنا انه كثيرة الحدود عندي أكبر أس يعبر عن الدرجة، أكبر أس هنا الترتيب ما يفرق معايا، أكبر أس السبعة، إذن هذه كثيرة حدود من الدرجة السابعة. فيها leading coefficient معامل أكبر أس equal minus and five. طيب بعد كده انطلقنا في كيف نجمع ونطرح كثيرات الحدود، وقلنا هو جمع وطرح معاملات الأسس المتشابهة. يعني عندي x تربيع و x تربيع، هنا 2 وهنا 7، 7 ناقص 2 في الخمسة. جميل، أخذنا ضرب كثيرات الحدود وإن هو ضرب كثيرات الحدود هو توزيع لا أكثر، بالنسبة للأعداد نضربها، بالنسبة للمتغيرات أجمع الأسس y times y which is equal to y square. عندي special case of product، الفرق بين مربعين، هنا عندكم فرق بين مربعين الفاكتوريزيشن حقه هذا، أو إنه مربع كامل والعملية جمع. دكتور معليش أسف على المقاطعة، بس هذه محاضرة أي شعبة؟ أي شعبة؟ 4 هذه؟ 1304 isn't it؟ تمام شكرا يعطيك العافية.
فاكتوريزيشن جريتست كومن فاكتور اكبر عامل مشترك وكيف نتعامل معها. عندي ثلاث مربعين حاصل جمع مكعبين حاصل فرق بين مكعبين. جميل. غالبا هذا كان اكثر التبسيط. في سؤال عن التبسيط حيجينا حنتعامل معه. ممتاز. هذا الريفيو انا بس بتاكد من الريفيو ايش كان عندي. Let's move to some question we may find. اوكي خلينا هنا نتناقش مع بعض وابغى بالعكس ابغى التفاعل معكم. الاسئله اللي داخله معنا في المقرر احنا بنحاول نحلها مع بعض. ان كيس انه في سؤال خارج المقرر فما ناخذه. يعني انا جبت لكم اسئله عن المحتوى اللي احنا جالسين نشرحه. فقال لك choose the correct answer if g equal to x square minus 3. What is the value assigned for the function to the number 3? I'm assuming this question. نعوض عنها عن قيمة الدالة ب ب 3. Okay. I'm not sure إنه هذا الفايل الصحيح. The simplification. Okay. تبسيط هنا. عملية تبسيط. عندي هنا عملية جمع فيعتبر هذا حد وهذا حد. أخلص من العمليات اللي هنا وأروح للعمليات اللي هنا. طيب 3 times 2 over 7 which is equal to 6 over 7 plus 2 divided by 3. عشان نجمع لازم نوحد مقامات فبخلي المقام 21 6 في 3 ب 18 7 في 2 ب 14. Your final answer is 32 divided by 21 which is C. Factor. السؤال هذا موجود معنا. Factor. في حد يعرف كيف يجيب الفاكتوريزيشن حقه بدون ما يطالع في الإجابات؟ بدون ما يطالع في الإجابات يجيب الـ A, B, C. اثنين وثلاثة. دكتور يوسف. اللي هي حاصل ضربها ستة وحاصل جمعها خمسة. ما نحتاج ستة نحتاج ماينس ستة. فالعددين هي صحيح اثنين وثلاثة بس مين إكس إكس واحد موجب والثاني سالب. ستة وثلاثة ما تعطيني؟ أيوة أقصد سالب اثنين وموجب ثلاثة. سالب اثنين وموجب ثلاثة حاصل جمعهم كم؟ خمسة. حاصل جمعهم خمسة سالب اثنين وموجب واحد. ثلاثة. دكتور ستة وواحد حاصل ضربهم سالب ست سالب ست سالب سالب واحد وستة. سالب واحد وستة اجمعهم خمسة. موجب واحد وسالب ستة أضربهم سالب ستة. الفاكتوريزيشن x plus 6 which is a. أدور عددين حاصل جمعهم خمسة وحاصل ضربهم minus ستة فيا عندك طيب ثلاثة. طيب تكتر في حال اخترت الجواب b. b ايوه اجمعيهم واحد وسالب ستة كم؟ خمسة. يا بنت الناس تأكدي واحد وسالب ستة واحد ناقص ستة يساوي سالب خمسة. أنا عندي خمسة. أوكي. طيب هم دائما إيش يقولوا؟ يقولوا إشارة الحد الأوسط يأخذ العدد الأكبر. يعني أنا جبت ستة وواحد الحد الأوسط اللي هو هذا موجب فالستة هي اللي تأخذ الموجب. لو كانت سالب خمسة زي ما قالت زميلتكم هتكون سالب ستة وواحد. واضح؟ طيب simplification x تربيع ماينس واحد divided by 1 plus x كيف نحلها؟ لا تطلعوا دائما في الخيارات حاول تحل.
ايش نقدر نقول على البسط؟ شيء مرة هو الفرق بين مربعين. يا سلام، الفرق بين مربعين بتصير x minus n1 وتحت عندي 1 plus x. عملية الجمع عملية إبدالية، سواء هذه زائد هذا أو هذا زائد هذا كلها زي بعض. cancellation وحيصير معي x minus n1 which is c. the center of the circle. أخذنا الدائرة، تكلمنا عن الدائرة إحنا. guys في chapter function of the graph إحنا تكلمنا عن الدائرة هنا. لا دكتور ما في chapter 2. اوكي موف تو ذا انا في شابتر 2 ما ادري في شابتر 1 معلش جاست ا سكند دايره ملتيبليكيشن ديستنس موجود معايا ديستنس موجود معايا اوكي الحين نتكلم عن قانون الديستنس انا جايب المواضيع كلها قدامي على اساس ذا سلوب ذا ميد بوينت كمان وير از ات I haven't seen the distance between two points. Okay. Here we go. It's fine. Let's move the solution. The solution set of the equation 4x plus 3 equal 6x minus 1. The solution set is دائم أنقل للكبير عندي 4x وعندي 6x أنقل الأربعة للستة حيصير الطرف اليمين عندي 6x minus 4x الطرف اليسار 3 زائد 1 so we have 4 equal 2x this implies إنه ال x equal 2 so the solution set عندي 2 طيب the number 59 اوكي هنا بعض الطلاب لو عندك الخط اللي هو بيكتبونه كذا اللي هو عدد مكرر عدد دوري او لما تكون عندك العدد مكرر قدامك بشكل اغلب الطلاب بيلاحظ لكن كذا جدا واضحه 59% تعرفها ترى هي عبارة عن 59% هو نفس العدد هذا belongs to any set of اللي قدامكم n w q i q ال q لأنه عدد نسبي rational number أنا بستفيد ال i عدد غير نسبي طيب ال w وال n هذه مجموعات ما هي كسرية مجموعات الأعداد الكلية والطبيعية أعداد صحيحة فما قدامك إلا ال q 59 100 belongs to rational number. Okay. Solve the following equality. كيف نقدر نحلها؟ نفس الحكاية. اعتبرها مساواة وحل. عندي 5x وماينس 6x. أنقل لمين؟ أنقل للخمسة. الخمسة أكبر. فهذه حتروح للطرف الثاني. So we have 5x plus 6x. عندي الطرف اليمين 11x. Isn't it less than or equality 11? So x less than or equal to 1, which is c. طبعا أنا ليش قلت لك حاول تنقل دائم للأكبر؟ لأنه لو سويت العكس حيصير عندك خطوة زيادة. عارفين ايش هي الخطوة؟ عكس الإشارة اللي في النص. الإشارة حضرب في سالب فبالتالي أنا محتاج أغير الإشارة وفي بعض الطلاب دائما يحاولون يسوون الحركة هذه فينسون ضرب وتغيير الإشارة. طيب فدائما حاول تنقل سواء في المساواة أو لما تكون inequality. حاول تنقل دائم للأكبر للمتغير دائم use the definition of the absolute value to rewrite the exponential طيب السؤال هذا
يقول لك the square root of 7 minus 3 داخل الـ absolute value. المطلوب انه اشيل قيمة اعطيني المخرجات حقتها. The square root of 7 مقارنة مع الثلاثة مين أكبر؟ root of 7 والثلاثة مين أكبر؟ ثلاثة أكبر. مش ثلاثة أكبر. ثلاثة أكبر. الجميع متفق. ألو. يعني القيمة اللي هنا أنا ما مالي في الطرح هذا، أنا أتكلم عن square root of 7 والثلاثة. الثلاثة ترى هي the square root of 9. The square root of 9 أكبر من the square root of 7. فكلهم قالوا إنه ثلاثة أكبر. طيب عندي عدد أبطرحه من عدد أكبر منه، فبالتالي القيمة النهائية لهذا العدد حتكون إيش؟ سالبة. حتكون سالبة. قيمة عندي سالبة. سالبة. ما داخل الأبسلت فالي لما يكون سالب عشان نفكه إيش نسوي كنا؟ عندي سالب 10 عشان افك ايش قلنا؟ كنا نقول ايش؟ يطلع 10. ليه يطلع 10؟ ما قلنا يطلع 10 كذا، قلنا في تفسير ليطلع 10، ايش هو؟ نحط اي يعني؟ اذا طلب نضربه بسالب 1. شكرا، نضرب في سالب ليش؟ اذا كنتوا فاكرين الموضوع هنا في شابتر ار هو في البدايه في شابتر آر. Where is it أنا سأذكركم. أول درس أهو. إذا كان العدد سالب، إذا كان فكنا نقول هنا بالنسبة للأبسلوت فاليو إذا كان الإكس عدد موجب أكبر من الصفر يطلع زي ما هو. إذا كان الإكس ما داخل الأبسلوت فاليو قيمة سالبة أصغر من الصفر أنا محتاج أضرب في سالب. نفس الكلام هنا. الآن نرجع هنا، كلكم اتفقتوا انه هذه اللي هنا the square root of 7 minus 3 is less than 0، كلكم قلتوا قيمة سالبة صحيح؟ فعشان تخرج من absolute value ايش نسوي؟ بناء على التعريف هو قال لك rewrite it by using the definition، نضرب في سالب. طيب حضرب في سالب مين؟ the square root of 7 minus 3 حضربها في سالب حتصير 3 minus the square root of 7 which is b. واضحة؟ واضح. ممتاز. The distance between 2 and minus 11 على خط الأعداد على خط الأعداد هذه minus 11 وهذه 2. إذا ما تعرف عد كم units بينهم. الدستنس دائما قيمة موجبة، فأنا بستبعد B وبستبعد D، فيا هذه يا هذه، من 11 إلى 0 11 يونت وهنا 2 صارت 13، إذن الإجابة C. واحدة من التكنيكات إنك تحل الأبسلوت عفوا من الملتيبل تشويس استخدام خاصية استبعاد الإجابات الغير منطقية. ديستنس قيمة موجبة على D وال B، مو بس في الرياضيات، التكنيك هذا يمشي في كل المواد، استبعاد الإجابات الغير منطقية في الملتيبل تشويس. The midpoint ما أتوقع إنه معانا، the center of the circle 1 to 1 here we go the domain هذه كلها هنا. أوكي let's move. معلش عندي سؤال في فقر 11 اللي حليناها قبل شوية. فقر 11 أوكي تفضلي. أي قيمة تكون داخل القيمة المطلقة لما تطلع سالب ونضربها في نفسها بالسالب وهي في القيمة المطلقة، يعني نطلعها ونضربها في نفسها بالسالب؟ هو تعريف الابسلوت فاليو، الابسلوت فاليو قال لك just a second، الابسلوت فاليو قال لك التعريف حقه هذا هو x إذا كان داخل القيمة المطلقة يطلع بنفسه x، متى؟ إذا كانت والله x أكبر من أو تساوي صفر. إذا كان ما داخل الابسلوت فاليو قيمة موجبة فتطلع زي ما هي. طيب يطلع سالب x، ايش معنى يطلع سالب x؟ يعني نضربه في سالب. متى؟ اذا كان x اصغر من الصفر. اذا ما داخل القيمه المطلقه عدد سالب او قيمه سالبه
تطلع خارج القيمة المطلقة بالضرب في سالب. واضح؟ احنا دائما نقول كذا عرفا القيمة المطلقة تتخلص من السالب، بس التعريف لا، التعريف بيقول لك كيف تتخلص من السالب. يطلع زي ما هو في حال انه كان موجب، واضرب في سالب اذا كان العدد سالب. واضح؟ على السؤال شوية، يعني مثلا لو انا قلت لك مثلا مثلا تسعة ماينس 3 داخل الابسولوت فاليو، ايش بتقولي؟ تقول 9 ناقص 3 5 6 ناقص 6 معلم 6 عدد موجب، فيطلع هو بناء على التعريف هذا. طيب الان 3 ماينس 9 داخل الابسولوت فاليو هتطلع ماينس 6 صح؟ ايوه. هل يطلع زي ما هو؟ لا، قال لك اضرب بناء على التعريف اكس ما داخل القيمه المطلقه اصغر من السالب، اصغر من الصفر يعني عدد سالب، فمحتاجين نضرب في سالب، فنضرب في سالب هنا فتطلع سالب سالب 6 على التعريف، سالب سالب 6 فهتصير عندي 6. جرت العاده عند الناس كله انه ما داخل القيمه المطلقه نتخلص من السالب، بس على التعريف يقول لك كذا تتخلص من السالب. واضح المس اندرستاندينج اللي عندك؟ ايوه تمام، يعطيك العافيه. طيب انا بصراحه ودي اجرب في هير وي جو. طيب جست ا سكند بس عشان نفتح. دكتور تفضلي، تقدر تعطي الاسئله هذه نتدرب عليها؟ لا، اقدر ارسلها لكم بعد المحاضره، ارسلها للمنسقه. بس ترى هذه اسئله جست ا سكند في سطح المكتب اي بي دي اف. دكتور واضح الآن نفس الفايل؟ أيوة واضح. ممتاز. طيب عندي كسرين نبغى نجمعهم، عشان نجمع إحنا محتاجين نوحد مقامات. 5 × 7 = 35. 7 ضربناها في 5 عشان توصل 35، محتاجين نضرب 4 × 5 فتصير 20. الخمسة ضربناها في 7 عشان تصير 35، محتاجين نضرب 1 × 7، فبالتالي 1 × 7 = 7. So your final answer is 27 / 35 which is B. واضحة؟ التحويل؟ معلش عيد. To scientific notation، نعيد ايش ترى ابسط شيء هذا؟ توحيد مقامات ونجمع. طبعا 4 × 7 هي تساوي 31/20، سوري 35/20. انا عندي كسر، علشان ما تتغير قيمة الكسر هذا، فأي عدد اضربه في البسط اضربه في المقام. هي الفكرة ان انا ضربت في 5 هنا،
واضرب في خمسة هنا، خمسة على خمسة كم؟ خمسة على خمسة كم؟ واحد. واحد. فأنا واحد في الكسر هذا، قيمة الكسر ما تغيرت، بس تحولت إلى 20 على 35. نفس الحكاية بواحد على خمسة، هضربها في 7 على 7. ليه؟ هذه واحد، فقيمة الكسر هذه ما تغيرت، صارت 7 على 35. الآن المقامات موحدة، فأقدر أجمع 35 المقام، أجمع البسط 27 اللي هي 27. تحويل to scientific notation، الفاصلة هنا إلى 2.1، يعني أنا محتاج أحركها إلى هنا، الفاصلة عفوا هنا، فأنا محتاج أحركها كم خانة؟ 1 2 3 4 5 خانات. أعيد مرة ثانية، هذه ما هي الفاصلة، الفاصلة هنا، عشان تحركها إلى 2.1 اللي يبغاها اتجهت بالاتجاه هذا، حركت الفاصلة 1 2 3 4 5. الجواب هو دي. الجواب جواب دي. دكتور معلش عندي سؤال. تفضل. يكون الأس سالب إذا تحركت الفاصلة لليمين صح؟ يعني عكس. يكون الأس سالب. أيوة دي يعني دحين مثلا عندنا 3 أصفار بعدين الفاصلة بعدين صفر بعدين مثلا هذا ما الفاصلة الفاصلة هنا. طيب 210,000. طيب متى يكون الأس سالب؟ ممكن تعطيني مثال؟ السؤال هذا شوفي مثلا هذا المقصود فيها 2.1 في 10 أس سالب 4 هي تساوي 0.00021. الفاصلة فين كانت؟ كانت هنا، فحركتها على أساس الإشارة سالبة إلى اليسار، كم خانة؟ 1 2 3 4 خانات. هذه هي. طيب بينما هذه نفترض أنه هذه 2.1 مضروبة في 10 أس 4، 10 أس 4 وليس سالب 4، فمحتاج أن أحركها على الجهة اليمين، فهتصير 2 1، حركتها واحدة الآن 2 3 4. Is it clear? Yes clear, thank you. تبسيط simplification، عندي الأس سالب، الأس لما يكون سالب كل اللي عليك تسويه تقلب البسط والمقام، تسوي فليب للكسر اللي قدامك، فحتصير 4 على 1 الكل مرفوع للأس 2، كان سالب صار موجب، 4 تربيع 16. أوكي؟ simplification تبسيط برضو، بس التبسيط عبارة عن أعداد وكسور. حل مثل هذه الأسئلة، خذ الأعداد لحال، خذ المتغير X لحال، خذ المتغير Y لحال، عملية بينهم فتقدر تسويها. فأنا حقول 15 على 18 ضرب X السالب 4 divided by X السالب 3 ضرب Y الثلاثة على Y السالب 5. عارفين ليه سويت كذا أنا؟ عشان أوريك إنه الأسس المتشابهة أنت تعرف تتعامل معها. 15 على 3 فيها 5، 18 على 3 فيها 6 ضرب الأساس 1، والعملية قسمة أطرح الأسس. عارفين كيف نطرح الأسس؟ سالب 4 ناقص ناقص 3 صارت X السالب 1. الأساس 1، العملية قسمة نطرح الأسس، 3 ناقص ناقص 5 صارت 3 زائد 5 هتصير 8، سواي 8.
واضح إلى الآن؟ فصارت الشكل هذا، فحتصير عندي 5 واي أس 8 على 6 إكس. 5 واي أس 8 على 6 إكس هذه. اللسة الأكبر دائما فوق ولا؟ هذه واحدة من الطرق اللي تحلها. في بعض الناس كيف يحلونها؟ بالشكل هذا. الآن عندي أس سالب. إيش معنى أس سالب؟ نقلبه، لسه متكلمين عليها فوق. فهذه عبارة عن 15 إكس أس 4 تنزل تحت، وإكس أس سالب 3 تطلع فوق. فصارت إكس أس 3 فوق واي أس 3 divided by 18. الإكس السالب 4 نزلت تحت وصارت إكس أس 4، والواي السالب 5 حتطلع فوق وحتصير واي أس 5. هذه طريقة ثانية تحلها. طيب الآن 15 هذه عارفينها، 5 على 6 في إكس أس 3 divided by إكس أس 4 في واي أس 3 في واي أس 5، العملية ضرب، نجمع الأسس 3 و 5 8 واي أس 8، وهذه برضه هي هذه. أكثر من طريقة لحلها. The interval notation of the inequality x greater than or equal to 0 less than 3. أي واحدة تعبر عنها؟ B. B. ليه B؟ لأنه في مساواة، فبالتالي من عند الx حيكون القوس مستطيل مغلق بسبب المساواة هذه. بينما من عند الثلاثة ما في مساواة، فالقوس حيكون دائري مفتوح. If A from minus infinity to 3 will be from 1 to infinity. نبغى التقاطع حقهم. أنا شرحت لكم لحال اليونيون والانترسكشن، وقلت لكم عندي ثلاثة حالات. هذه أي حالة؟ هذه أي حالة؟ أنا عندي الحالة الأولى تداخل جزئي، والحالة الثانية كانت تتكلم عن تداخل تام في فترة داخل فترة، والحالة الثالثة كانت تقول إنه ما في تداخل نهائيا بينهم. هذه أي حالة؟ في تداخل جزئي، الحالة الأولى. الحالة الأولى الاتحاد كان في الحالة الأولى، إذا كنتوا فاكرين، من أصغر شيء في الفترتين إلى أكبر شيء، والتقاطع الجزئين الباقية. فأنت شوف قدامك أصغر شيء ماينس إنفينيتي، أكبر شيء إنفينيتي، فهذا الاتحاد. بس هو يبغى التقاطع، التقاطع اللي هو from 1 to 3. طيب ليش إحنا أخذنا هذه 1 to 3 ما أخذنا هذه؟ الواحد والثلاثة مو معانا في الفترة، مو الواحد والثلاثة ما هي موجودة أصلا في الفترتين. فأنت لو تمشي بالشرح اللي قلته هتكون عندك زي كذا from minus an infinity to 1، هذا ال 1 from minus infinity to 3 sorry، هذه الفترة الأولى، والفترة الثانية from 1 to infinity إلى هنا، تداخل جزئي بينهم هنا. التداخل الجزئي هو التقاطع من 1 إلى 3. The value of the square root of 6 times the square root of 8. كيف نحلها؟ ايش قلتي؟ نخلي 8 2 في 4 ونطلع ال 4، نطلع 2. نخلي 8 نقسمها، يعني تطلع من تحت الجذر 2. اوكي، السكوير روت اوف 8 تبغى تخليه 2 تايمز سكوير روت اوف 2 كده صح؟ ايوه، وبعدين نضرب ال 2 في 6 سكوير روت اوف 6 صح كده؟ فحتصير 2 سكوير روت اوف 12 12 اللي هي سي.
آه لا مسي ولا واحدة. لا في طريقة ثانية للحلم، المفروض يطلع أربعة جذر ثلاثة، قسم الأربعة ثلاثة نقسم الاثناشر ثلاثة في أربعة، تصير الأربعة تطلع برا باثنين يبقى أربعة جذر ثلاثة. إذا الحل أربعة جذر ثلاثة، وفين الخطأ عند زميلة قطيع؟ أبو واحد يقول إيش الخطأ أو إيش اللي صار؟ ليه طالما البروسيس اللي سويته صحيح ما في شيء غلط؟ إحنا ما سوينا شيء. الجواب دي جواب حقها صحيح. شو هو؟ ركزوا معايا بس شيء بسيط. 2 الاثناش هي 4 في 3 صح ولا لا؟ فالأربعة تطلع برا تبقى square root of 3 والأربعة تطلع برا باثنين فحتصير هنا 4، هو نفس الحل بس هي ما كملت الخطوة، في باقي خطوة بسيطة هنا ما كملتها، هي بسطت الثمانية بس ما بسطت الاثناش. ممكن تعيدها من البداية؟ طيب the square root of 6 times the square root of 8 اللي نقدر نبسطه، طبعا انا ما احب امشي بالشكل هذا، انا على طول اقول the square root of 84. 6 في 8 في كم؟ 48. كم؟ 48. ممتاز، ترى 48 هي 16 في 3، 3 في 10 ب 30، 3 في 6 ب 18، 18 و 30 48. So 16 تطلع برا بكم؟ تطلع بأربعة. بأربعة. Square root of 3. أكثر من طريقة الحلة. بس أنا ما أحب أمشي بجذرين. طالما هو الجذر هنا والجذر هنا كلهم من نفس الدرجة، يعني تربيعي تربيعي، عنوان الجذر واحد، فأنا أقدر أخليهم تحت جذر واحد طالما العملية ضرب. وهذه أسهل يعني. كل الطرق صحيحة في الرياضيات، ما في شيء اسمه بس أنا الصح، هي كلها صحيحة بس إنه الخطوات تختلف. هنا في شوية بروسيس لازم تكمله، وهذا اللي صار عند زميلتكم ما كملته. So the square root of 6 times the square root of 8 هي the square root of 48. 48 هي عبارة عن 16 في 3، الثلاثة ما أعرف الجذر التربيعي حقها، بس أعرف الجذر التربيعي 16 اللي هو 4 تطلع خارج الجذر. The real part. Which is the real part؟ إيش الجزء الحقيقي في العدد التخيلي؟ 4 اللي هي C. كيف عليك دكتور؟ أنا عندي A plus BI، هذا تعريف العدد، عفواً العدد التخيلي هذا تعريفه. الجزء الحقيقي قلنا A، الجزء التخيلي B. واضحة؟ طيب. سألتك عن الـ imaginary part حتقول لي كم الجزء التخيلي؟ 2 2. يا ناس هذه شو تسوي هنا؟ ماينس 2 سوري. ماينس 2. طيب let y is positive real number، عدد حقيقي موجب. Then the simplification of الجذر الرابع ل y أس 12 يساوي. ما نعرف. بكيف؟ y أس 12 على 4. إحنا كنا نقول هذه ترى هي هذه. الواي تكعيب. لا بس دقيقة، عنوان الجذر هو المقام، وما داخل الجذر الأس اللي مرفوع له هيكون بسط. كلكم متفقين على النقطة هذه عشان نروح للي بعدها. أيوة. So 12 تقسيم 4 بكم؟ 3. Which is D. Okay. The factorization of x تربيع plus x minus 30. أدور عددين حاصل ضربهم 30 سالب
جمعهم واحد يعني الفرق بينهم حيكون عددين قريبة من بعض تعطيني 30. إيش العددين القريبة من بعض تعطيني 30؟ سالب 6 و 5 تضربهم سالب 30 بس تجمعهم سالب 5 و 6. العكس 5 و6. وأنا قلت لكم قبل شوية قلت لكم الأكبر فيهم الخمسة والستة الأكبر تأخذ إشارة الحد الأوسط. أنا عندي الحد الأوسط هنا موجب فالستة تأخذ الموجب. أنا لما جيت أحل قلت لك أدور عددين حاصل ضربهم 30 ويكون الفرق بينهم تقريبا واحد لأنه هنا واحد فقلت الستة وخمسة على طول الأوسط هنا حد الأوسط إشارته موجب فبالتالي الستة تأخذ الموجب والخمسة تأخذ السالب. So 6 موجب 5 سالب which is C. Simplification x minus 3 x square minus 9 واحد على x ناقص 3 b واحد على x ناقص 3 which is b. كيف جابتها x minus 3 as it come on not واحد على x زائد 3 معلش دكتور c وليس b x minus 3 divided by هذه فرق بين مربعين كثيره تمر علينا دائما ابغاك تحل تعرف الفرق بين مربعين كيف تسوي لها فاكتورنج على طول فحتصير x minus 3 x plus 3 من اشهر القوانين عندنا في الرياضيات الفرق بين مربعين الفاكتورايزيشن حقه a minus b a plus b اوكي So, which is 1 over x plus 3, which is c, وليس b. على ليه كنا فوق في البسط واحد؟ دام إحنا لغينا الكسر اللي هو x minus 3 مع الكسر x minus 3. ليه حطينا واحد؟ إيه. يعني تلغى اللي فوق كله مع اللي تحت. تعتبر زي القسمة هي. هو باقي في المقام x plus 3 بس أنا بوصل له الفكرة الآن لنفترض أنه 4 في x على 8 في y كيف تبسطيها؟ هتقولي 4 على 4 فيها الواحد صح؟ أيوة فيها الواحد و8 على 4 فيها الاثنين فحتصير ما نكتب الواحد هنا نكتب على طول x divided by 2y صح؟ ممتاز طيب ايش العامل المشترك الـ greatest common factor بين هذه؟ اللي هي الاثنين اللي انت عفوا الاربعة اللي قسمنا عليها طيب تعالي هنا ايش الـ common factor بينهم؟ greatest common factor x minus 3 فلما انت قسمين على هذه x minus 3 يبقى واحد لما تقسمين على x minus 3 يبقى واحد الواحد هذه ما تنكتب خلاص كتبنا واحدة بس اللي فوق هذه لأن واحد في x plus 3 هي نفس الفكرة يعتبر يعني هو معامل ال x صح؟ إيش هو معامل ال x؟ الواحد لا 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 مثال ثاني 3x divided by 9y إيش العامل المشترك بينه؟ واضح تماماً الثلاثة ثلاثة تقسيم ثلاثة فيها الواحد فيها تسعة تقسيم ثلاثة فيها الثلاثة الثلاثة فصارت عندك الواحد هذا ما ينكتب ينكتب هنا x ثلاثة y هنا العامل المشترك بينهم x minus 3 فلما نقسمها حتروح مع بعض لما نقسم حيبقى واحد الواحد هذا ينكتب بس الواحد هذا 1 إذا تبي تكتبيها اكتبي هنا هو 1 بس ما راح يغير شيء في الإجابة أوكي خلاص وصلت The solution of 4y plus 1 equal minus 4 أول شيء divided by 4 So y plus 1 equal to minus 1 ليه قسمنا على 4 هنا وقسمنا على 4 هنا
عشان بتخلص من الأربعة هذه. طالما العملية مساواة هنا عشان تظل المساواة كما هي، أي عملية أسويها على الطرف هذا حسويها نفسها هنا. سو وأربعة راحت مع الأربعة، صار y plus one equal minus four divided by four which is minus one. This implies إنه ال y equal minus two الواحد which is eight. The value of هذا من الأسئلة اللي ما أخذتوها أنت متوقف المقرر دورة ال i، بس ممكن أشرح لكم الشرح بسيط. ال i أس 14 بتساوي i أس 12 في i تربيع. في أحد عنده مشكلة عن هذه؟ ما أتوقع أحد عنده مشكلة. الأساس واحد، العملية ضرب، نجمع الأسس 2 و 12 14، ما أتوقع أحد عنده مشكلة. طيب إحنا لما أخذنا دورة ال i قلت لكم i أس 4 ترى يساوي 1، i أس 8 بتساوي 1، i أس 12 بتساوي 1، i أس 16 بتساوي 1، مضاعفات الأربعة بتساوي 1 دايركت. فهذه عبارة عن 1، هذه 1 في i سكوير. عارفين إيش معنى i سكوير؟ إيش هي i سكوير؟ التربيع. i سكوير minus n 1. الآن ال i بتساوي the square root of minus n 1. طيب i سكوير إيش بتساوي؟ سالب 1، الجذر حق السالب 1 في الجذر حق السالب معك سالب 1. i تكعيب إيش بيساوي؟ بيساوي سالب 1 اللي هي i تربيع في the square root of سالب 1، راح تصير سالب the square root of سالب 1، صح؟ اللي هي بتساوي سالب i. أخيرا لما نضربها في i عشان تعطيني ال i أس 4، i في i في سالب 1 في سالب موجب واحد. فأنا عشان كذا أي قلت لك أي i مضاعفات الأربعة بواحد. طبعا هذا مو معاكم في المقرر دورة ال i، بس أخذنا أزا إكسترا معلومات يعني في الدرس. طيب the value of 8 minus 2i minus 7 صار شو طلع الناتج؟ minus 1؟ طلع minus 1. اوكي طلع minus 1. The value of 8 minus 2i minus، العملية طرح، اطرح الثمن الاعداد مع بعض، اتكلم عن الريال بارت والجزء التخيلي الايماجينري بارت. 8 ناقص 7 1، minus 2i minus minus هتصير موجب، صح؟ هتصير الإجابة الإجابة C. كيف C يا رجل؟ minus 2i plus 2i ساوي 0i. أوه صح، طرحنا 8 من 7 صح. 8 من سالب 7 فيها الواحد، بس minus 2i minus minus حتصير موجب. minus 2i plus 2i 0i يعني ما في. So your final answer is A. The solution set and the linear equality 2x plus 7 is than or equal to x minus 3. كيف نحلها؟ نحول للأكبر، فنأخذ الـ x للـ 2x، فحتصير عندي x minus x less than minus 3 minus 7. في أحد عنده مشكلة في الخطوة هذه؟ أخذت الـ x هناك وأخذت السالب هناك. أوكي 2x minus an x x minus 3 minus 7 minus 10. So x less than minus 10 إيش معناتها؟ معناتها من minus infinity
يا ماينس هل الماينس 10 معايا؟ لا أي واحدة فيهم؟ الدي واضحة؟ أي واضحة. ممتاز. طيب في سؤال قبل ما نختم الحاضرة؟ دكتور نفس الخطوة الأخيرة هذا الآخر آخر سؤال بعد ما قلت x less than minus 10 بعدين؟ بعدين بعبر عنها بالinterval notation إيش معنات x أصغر من سالب 10؟ معناتها هذا خط العداد هذا خط العداد إذا ما تعرف سوي خط العداد هذه السالب 10 الحل يقول لك x أصغر من سالب 10 فين x أصغر من سالب هذا سالب 10 هذا كله أصغر منه لأنه هنا أكبر هنا infinity وهنا minus infinity هنا أكبر هنا أصغر فالكلام اللي هنا جالس تقول إنه x أصغر من سالب 10 إيش معناته معناته من سالب ما لا نهاية إلى السالب 10 والسالب 10 ما هي معايا لأنه عندي أها ما في مساواة طيب طيب شكرا إذا وصلت هنا ما أنت عارف تروح الخطوة هذه روح على طول هنا هتسويها بخط الأعداد حتبان معك الفترة كيف شكلها شكرا أوكي دكتور أنا عندي سؤال تفضلي دحين شابتر 2 اللي فيه الجرافيك والكذا هذا مو معانا اللي هو الرسم كله تحديدا لأنه مرة حسيت لخبطة لأنه دوب جاكم بس انت قلت مو معانا يعني معانا الرسم البياني صح؟ شابتر 2 R ايوه 1 و 2 يعني كلها الثلاثة هذه معانا كاملة صحيح طيب شكرا نعفو دكتور طيب هل حيكون زي كده اختياري؟ assuming انه اختياري طبعا انا اللي سويت انه جبت لكم اسئلة عن نفس المقرر طبعا في اجزاء ما غطيناها اللي هي في اسئلة لو حصلت عليها اسئلة حرسلها لكم لكن اوفر اول هذا جزء يغطي ار 1 انا متاكد جزء كبير يغطي ار 1 فان شاء الله الاختبار هيكون الاسئله هذه اللي عملنا عليها ريفيو معك ان شاء الله احصل اسئله كمان احسن منها وارسلها مو مشكله انا عندي سؤال لكم خلونا نتكلم عن الانيكواليتي سو 3x plus 1 القيمة المطلقة لها أصغر من أو تساوي 10 كيف نحل السؤال هذا؟ كيف نحل السؤال هذا؟ أول شيء أحل القيمة المطلقة هيطلع عندنا حلين ماينس و 10 وموجب 10 لا والسبب لا لأنه لما يكون السؤال 3x plus 10 القيمة المطلقة لها تساوي 10 تقولي الكلام اللي قلتي هتقولي أبغى 3x plus 1 equal 10 وأبغى 3x plus 1 equal minus 10 بس أنا عندي inequality هنا شرحت لكم في بداية المحاضرة الماضية سالب مو الإشارة تنقلب لما يكون سالب الإشارة تنقلب فين بالضبط يا دقيقة لما أيوة لما يصير اللي نضرب في سالب أو نقسم على سالب نغير الإشارة لكن طالما إحنا ما سوينا لا قسمة ولا ضرب فتظل الإشارة كما هي anyway على طول بقول 3x plus 10 أبغى أحصرها بين العشرة والسالب 10 هذه عند الله انه في نهاية شابتر 1 هو تكلم عنها ايوه هنا طبعا انا اقول لكم الشرح هنا ما كان يكفي اعطاك اياها ك
بشكل بسيط. Where is the empty file؟ طيب فنحصرها بين العشرة والسالب عشرة. أوكي؟ الآن نحل. الواحد بتخلص منه، أطرح واحد من هنا، أطرح واحد من هنا، أطرح واحد من هنا. فصارت minus 11 less than or equal to 3x less than or equal to 9. نبغى نتخلص من الثلاثة divided by 3. So 9 تقسيم 3 فيها الثلاثة minus 11 divided by 3. So إذن solution set إيش هو؟ from minus 11 3 to 3 وكلهم معايا لأنه أنا عندي مساواة. Okay. The second case ممكن لما نعطيك السؤال بالشكل هذا، لما أقول لك 2x plus 3 أبغاها أكبر من أو تساوي كمان No. The second case. Is it minus 10? لما تكون بالشكل هذا، خلينا نحل أول شيء كذا. Minus 10. إيش الحل؟ عندي قيمة مو. مفروض no solution. No solution. السبب؟ أي قيمة مطلقة تكون أكبر من الصفر، فكيف تبغى أنت تكون أصغر من الصفر؟ طيب ممكن نأخذ الحالة الثالثة، خلينا ننزل هنا 2x plus 3 نبغاها أكبر من Let's make it How about 9 قيمة مطلقة أكبر من عدد موجب. هنا عندي قيمة مطلقة أصغر من عدد موجب. نحلها minus 9 ومرة 9 صحيح. فقلت أبغى والله 2x plus 3 أصغر من minus 9، في نفس الوقت أبغى 2x plus 3 أكبر من 9. هذا خط الأعداد، هذا minus 9 وهذا 9. أوكي أبغاها مرة هنا ومرة هنا. بس لما تكون كذا فهتكون هنا اللي بينهم زي السؤال هذا، أحصرها بين العشرة والسالب عشرة، أحصرها بين التسعة والسالب تسعة. أوكي خلونا نحل مع بعض. أخذ الثلاثة للطرف الثاني سالب ثلاثة، so we have 2x less than minus 12 x less than or less than ما في or equal minus 4 أو sorry minus 6 2x plus 3 خذ الطرف الثاني صارت 2x greater than or equal to 6 x greater than or equal to 3. هذا خط الأعداد، x أصغر من سالب 6 المقصود فيها من سالب 6 المقصود هي هنا، x أكبر من الثلاثة هذه الثلاثة معناتها هنا إذا ما تعرف تكتب الفترة. So from minus an infinity to minus 6 اتحاد to infinity. Is it clear?
دكتور طب لما نحلها زي اللي فوق نحطها كلها معادلة واحدة ولا عشان في فوق مساواة يفرق؟ ما عشان مساواة يعني نقدر نحلها هنا بنفس الطريقة اللي حليناها فيها فوق؟ لا طبعا، السبب انه في قياد هذه الفترة الرابعة. الآن هذا خط الأعداد، هذا السالب ستة وهذه الثلاثة. الحل عندك هنا، ففي جاب، فما أقدر أكتبهم كفترة واحدة. فلما تكون عندك قيمة مطلقة أكبر من عدد موجب حيكون عندك فترتين بالشكل هذا. قيمة مطلقة أصغر من عدد موجب على طول تحصرها، فبالتالي حيصير عندك فترة واحدة الحل. طيب هنا عندي قيمة موجبة أكبر من القيمة المطلقة، وبعدين قلنا قيمة سالبة أكبر من قيمة مطلقة، قلنا نو سولوشن. تعالوا هنا لما نحط قيمة سالبة عندي 2x plus 3 أبغاها أكبر من سالب 9، لو قلت لكم إيش هيكون الحل؟ صحيحة لكل الأعداد الحقيقية. يا سلام، الحل R عكس هذه. أي عدد بتحطه هنا داخل القيمة المطلقة حيكون المخرج حقه عدد موجب أكبر من الصفر، وأي عدد موجب أكبر من السالب 9، فحتكون جميع الأعداد الحقيقية تمثل حل للمتباين اللي قدامنا هذه. واضحة؟ أربع حالات بالنسبة للأعداد عندما تكون في الانيكواليتي، وحالتين لما تكون سال عند الصفر. طيب اتمنى انكم استفدتم محاضرة اليوم، وان شاء الله قدامنا كمان اسبوع اذا في اي سؤال او استفسار احنا جاهزين نجاوب عليكم في اي وقت. محتاج بس دكتور المحاضرة في رمضان تغير وقتها؟ أكيد تغير وقتها، بس إلى الآن ما أرسلوا لنا صراحة التوقيت حق المحاضرة اللي في جدول رمضان يعني. طيب just a second guys.